موضوع حلقتنا النهاردة عن العنف الأسري وموقفه في خلال القانون. بنسمع كل يوم عن راجل ضرب مراته وبيقول لك أنا بقدم مراتي، وهيفيدنا في الموضوع دوت المستشار وائل أبو شوشة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ محمد. نورتنا حضرتك يا فندم. ده نورك يا فندم. والقناة المحترمة قناة الحدث. كلمنا بقى عن العقوبة القانونية، بتجرم ضرب الزوج لزوجته. هو شخص بيضرب شخص، هي قصة. لكن احنا عاوزين نقول ايه؟ ان الزواج معاناة. كلمة زواج حط جنبيها كلمة معاناة. فيا انت قد الزواج يا انت مش قده. تمام. ليه؟ النهاردة حضرتك هي المشاكل كلها جاية منين؟ من عدم وجود المسؤولية. محدش بيتحمل هذه المعاناة. قد يختلف معايا واحد او قد يتفق، لكن الزواج هو زيادة في المصروفات، زيادة في المعاناة، زيادة في الأولاد، زيادة في كل حاجة. فأنت النهاردة يا تبقى راجل وتبقى ست، عشان برضو ما حدش يقول الرجالة بس، راجل قد هذه المعاناة. هو مش حب بس وغرام لا، دي مصروفات وفلوس ومصاريف وعلاج ولبس وزيادة في كل حاجة. فهي أنا بقول عليها المعاناة. يا نبقى قدها يا ما نبقاش قدها، يا ما نخشهاش نتفرج عليها فيديو من بره. طيب. هو ده الزواج. لذلك بيحدث العنف من ايه؟ هي لها متطلبات، ممكن ما تجدش هذه المتطلبات معاه، يضربها ممكن يضربها للاسف، ممكن هي تحط له سم في الاكل زي ما بنشوف، ممكن بتحدث مهازل ما بين الزوج والزوجه. مع العلم انت تشوفها تلاقيها دي ملائكه، تقول دي ملائكه. قريبا والله في قضيه حطت له سم، اكلته سم، سم. وبعد ما بعد ما سممته يعني وقت منها على نفسه، فحطت له سم والله العظيم. تمام. قسما سم يا محمد بيه. بعد ما حطت له السم وتوفى، مش البنزين غالي، حطت له 6 جراكن بنزين وحرقت جثته، لدرجه ان الحمض النووي الطب الشرعي راح يحلل الجثه لقاها رماد رماد. شفت مدى المعاناة؟ فأنا بقول دي معاناة. ممكن ممكن واحد النهاردة حضرتك معاك، بكرة معاكش،